بدنا نعرف منك امبارح اخليته المستشفى بعد ما اعلن الجيش الاسرائيلي انه لن يتم قصف هذا المستشفى، رح يرجع العمل بشكل طبيعي او رح يضل القلق موجود من اي امر ممكن يحصل؟ طبعا احنا ما في ثقه ابدا الا بالجهة اللبنانية، نحن بلبنان وبالجيش اللبناني. مجرد ما يجي الجيش اللبناني مشكور على الساعة 12 حسب ما فهمنا يجي ويقول انه ما في شيء بهالمستشفى، نحن حنرجع مثل ما كنا واقوى كمان ان شاء الله، حنرجع نفتح عادي، حنخدم المرضى. نحن كنا عم نخدم المرضى وحنضلنا عم نخدم المرضى، لما ما فينا اذا سكرنا حيتسكر غير مستشفيات، سكرت غير مستشفيات كل المقيمين بلبنان حيتأثروا. ما فينا نقول الضغط اللي كان عنا ننقله على مستشفيات تانية، المستشفيات التانية ما بتستحمل. فهيدي الرسالة كانت مبارح موجهة لكافة القطاع الصحي بلبنان، مش بس مستشفى الساحل، نحن اعتبرناه بس مستشفى الساحل. برأيك على شو استند الجيش الإسرائيلي حتى ادعى هيدي الادعاءات اليوم؟ يعني هلا وسائل الإعلام كانت موجودة ونحن بيناتهم كنا عم نعاين المكان بالأسفل، عاينا الطابق الأسفل السفلي الأول والطابق السفلي الثاني، ولكن في كتار ممكن يقولوا إنه في يمكن طوابق لا يتم غير ممكن لأي أحد الدخول إليها إلا عبر طرق خاصة. نحن بهالمستشفى تعمرت من 40 سنة قبل ما يكون في أحزاب وقبل ما يكون في حركات تانية. فينا ننزل نحن ونشوف الكاميرا عبر قناتكم وعبر كل القنوات، نزلوا شوفوا ونشوف إذا في ممر ممكن يكون في بهالمستشفى. هالمستشفى مبنية على مبنى قديم، بيت قديم، وطلع فيها 8 طوابق مجهزة بهالطريقة، ولا ممكن مستحيل يكون في شيء تحت هالمستشفى، ما بتستحمل. مشان هيك نحن بنقول بليز انزلوا وشوفوا وتفرجوا انتم باللانس تبعتكم.